الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد الذي سوف أقدم لكم من خلاله وسيلة من وسائل التعلم عن بعد. وهذه الوسيلة هي وسيلة رائعة، أنا بالنسبة لي كنستعملها كنتعلم بعض الأمور هكا خارج الدراسة ديالك، خارج الدراسة مثلا أنت طالب جامعي ولا تلميذ ولا في أوقات الفراغ ولا في العطل ممكن تعلم شي حاجة كاملة، يعني كاملة بمولة، يعني واحد الموديل ولا واحد درس كامل. مثلا درس ديال المعادلات في الرياضيات عندك معاه مشكل تقدر تعلمه في هذه المنصة كامل مكمول. مثلا اللغات تقدر تعلم اللغات كذلك الى غير ذلك. اذا هذه الوسيلة هذه كتسمى المنصات الالكترونية المفتوحة المصدر، المنصات الالكترونية المفتوحة المصدر باللغة الانجليزية ماسيف اوبن اونلاين كورس، او كلمة مختصرة موك. موك صحيح، اذا تسمى ب ام او او سي. اذا هناك عده مواقع اللي كتقدم هذه الخدمه. هذه كاين مواقع باللغه الانجليزيه او اللغات الاخرى اللغه الفرنسيه او ذلك، نختار لكم لائحه هنا. ثم كذلك مواقع باللغه العربيه، كذلك هي لائحه ديال هذه المواقع. إذا طريقة الاشتغال على هذه المواقع هي طريقة بسيطة جدا. إذا حنا غنشرح لكم طريقة استعمال واحد الموقع من هذه المواقع، وبنفس الطريقة تقدروا تستعملوا المواقع الأخرى. إذا حنا اخترنا لكم موقع إدراك، إذا غندخلوا الموقع ديال إدراك وغادي نشوفوا كيفاش نسجلوا وكيفاش نتبعوا درس معين إلى غير ذلك. إذا الخطوة الأولى ندخل إلى أحد هذه المنصات التعليمية، مثلا موقع إدراك.org، ندخل عن طريق الرابط الخاص به ثم نضغط على تسجيل كل موقع والطريقه ديال التسجيل فيه. اذا احنا بالنسبه لنا هذا الموقع طريقه التسجيل غنكليكو هنا سجل الان. يمكن ان تسجل عن طريق جوجل بلس او لا فيسبوك، لكن نحن ندخل معلومات جديده، ندخل البريد الالكتروني ديالك ثم الاسم الكامل ثم اسم المستخدم، ثم هنا تكتب كلمه المرور ثم تحدد البلد مثلا المغرب، ثم جنس الذكر، تكتب تاريخ الزياده ديالك، اعلى مستوى تعليمي، ثم الأسباب التي دفعتك إلى الانضمام لموقع إدراك، تكتب سبب أو سببين ثم تضغط على أوافق ثم تضغط على أنشئ حسابك. إذا من بعد ما تضغط على أنشئ الحساب يوصلك واحد رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم بعد ذلك تتوجه إلى البريد الإلكتروني الخاص بك وسوف تجد رسالة من موقع إدراك. تدخل إلى الرسالة ثم تجد رابط هناك لتفعيل الحساب، تضغط على هذا الرابط وبعد تفعيل الحساب في المرات المقبلة أو في كل مرة تريد أن تقوم بمتابعة درس معين تدخل إلى الموقع إدراك.org ثم تضغط على زر دخول، وهنا تكتب البريد الإلكتروني الخاص بك الذي قمت بالتسجيل من خلاله ثم كلمة المرور الخاصة بك ثم تضغط على تسجيل دخول. وبعد الدخول تضغط على المساقات وتختار إما الكل، إما الحالية اللي راه بادية تقدر تسجل فيها دابا، إما القادمة الجاية، إما المنتهية اللي سالات، أو الدائمة اللي دائما موجودة. إذا حنا نختار مثلا الحالية اللي حاليا راها شغالة، إذا كاين غير جوج اللي راهم كاينين دابا. نمشيو عند المنتهية اللي سالات، لأن يمكن أنك تتابع دروس منتهية، ممكن أنك تتابع الحالية. غير الحالية كيعطوك شهادة مباشرة، وكاين تواصل آني. هذا الفرق بين الحالية والمنتهية ولا الدائمة، أن هذه الحالية كاين تواصل مباشر مع المدرس، مع الأستاذ اللي كيقريك، تواصل مباشر، كتقرا الدرس وكتواصل مباشر. غادي نشوفوا داك الشيء مزيان. إذا من بعد كتدخل عند نوع الدرس اللي باغي، مادام حنا كنقريو الرياضيات وكيهمنا الرياضيات غنشوفوا شي درس عنده علاقة بالرياضيات. كتلقى دروس كثيرة هنا، دونك حنا غنشوفوا شي درس عنده علاقة بالرياضيات، مثلا الرياضيات التحضيرية والحياة، ندخلوا لهذا الدرس هذا. إذا كتكليك على استعراض المساق، إذا هنا كتلقى معلومات على المساق، ممكن أنك تقراهم ولا ما تقراهمش، ثم المناقشة، ثم اللي كيهمنا حنا هو محتويات المساق. إذا بعد الدخول إلى محتويات المساق، كاين استبيان تسجيل في المساق، إذا هنا مجموعة من الأسئلة كيطرحها الأستاذ اللي طرح هذا المساق باش يعرف بعض المعلومات إلى غير ذلك على الناس اللي متابعين معاه. إذا من بعد كاين محتوى المساق. محتوى المساق هنا غادي يكون عندنا جوج حالات. الحالة الأولى إذا كان مساق حالي، إذا كان حالي غتلقى غير الأسبوع الأول. ألور كي كتسالي الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني كيتزاد، ثم يتزاد الأسبوع الثالث، ثم الرابع، ثم يعني كل أسبوع كيزيدوا أسبوع.
وفي الاخير تلقى الاستبيان ديال انهاء المساق. بالنسبه للاستبيان هو غير خاص بالمدرس، هو اللي كيستافد منه هذا صاحب الدرس، كيدير واحد الاستبيان في الاول باش كيعرف علاش انت مسجل معاه الى غير ذلك. اذا كتعطي معلومات، اذا كتكليك على استبيان تسجيل في المساق وتضغط هنا وتجاوب على دوك الاسئله. وكذلك في الاخير اللي كيهمنا حنا بزاف اللي غنخدموا به حنا هو الاسبوع الاول والاسبوع الثاني والى غير ذلك. اذا نضغطوا على الاسبوع الاول كاين كل اسبوع كاين دروس، الدرس الاول درس ثاني درس ثالث الى غير ذلك. وفي الاخير كاين اختبار الاسبوع الاول، اختبار نهائي ديال الاسبوع. انت مثلا غتقسم هاد الدروس هادو، دير جوج دروس في النهار مثلا، ولا قديت ساليهم ساليهم في النهار ما كان حتى شي مشكل. اذا الدرس الاول غتضغط على الدرس الاول، اذا بعد ما كتضغط على اسم الدرس كتلقى المحتوى ديالو هنا. الا كتلاحظوا هاد الدرس هذا فيه 1 2 3 4 فيه 4 د العناصر، متفقين؟ العنصر الاول هو هذا غير وشنو الهدف من الدرس. يتوقع منك عزيز المتعلم بعد نهايه هذا الدرس ان تكون قادرا على، وهنا الدرس بالفيديو، اذا الدرس هنا الشرح ديال الدرس غيبدا هنا الشرح ديال الدرس، وممكن تكون مع عده انشطه. اذا تفرج الفيديو واسمع شنو قالت لك المدرسه ولا المدرس، وهنا غتلقى انشطه بعض المرات ما تلقاهمش. المهم انت الا قالت لك شي حاجه ديرها هنا، صحيح؟ كي كتسالي كدير سويفون الدرس الموالي او الجزء الموالي، ما تمشيش عند درس ثاني لا، حتى تسالي الدرس راه مازال باقي لك. اذا اما كتكليكي على داك الزر لتحت ولا كتجي هنا مناقشه الدرس. الفرق بين دوك الدروس الحاليه والدروس يعني الدائمه الى غير ذلك هو ان ملي كيكون درس حالي هذه المناقشه كتكون حيه، يعني تقدر مثلا الا ما فهمتش شي فقره دير اظهار النقاش، تكليك على اظهار النقاش. لا يمكن كتابه العدد جدر سالب 10 مثلا، هذا طرح هذا السؤال، اذا دير تكبير النافذه، اما غتفاعل معاه واما تطرح انت سؤال على الاستاذ ديالك ويجاوبك. اذا كتكون امكانيه ديال النقاش متاحه ملي كيكون الدرس حالي في ديك الحاله، في ديك اللحظه اللي راك تقرا كيكون الدرس مفعل. في هذه الحاله ممكن النقاش، ولكن اذا كان درس قديم يعني فات ولا درس دائم ما يمكنش تكون مناقشه، نادرا وصافي تكون مناقشه بين التلاميذ، ولكن بين الاستاذ والتلميذ ما كايناش. وفي اخر كل درس ممكن تلقى الاسئله وكتلقى السؤال وكتجاوب عليه. انا بالنسبه لي ديجا جاوبت على هذه الاسئله، كتختار جواب مناسب الى غير ذلك. كي كتسالي كدير تحقق مزيان. اذا ساليت الدرس، دابا سالي الدرس كلش هاد العناصر ساليتهم، بعض المرات تلقى جوج فيديوهات الى غير ذلك، تسالي هاد العناصر كاملين تمشي عند الدرس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. وفي الاخير تقدر تلقى بعض الالعاب، واللي مهم جدا هو اختبار الاسبوع الاول والاسبوع الثاني والاسبوع، يعني اختبار نهايه الاسبوع. ملي غتضغط على اختبار نهايه الاسبوع كتلقى اسئله. لاحظ معايا مزيان ملاحظه جد مهمه، يوجد محاولتين فقط. كي كتجاوب على الاسئله، كي كتجاوب على الاسئله انا بالنسبه لي جاوبت عليهم كاملين قبل ما نوجد الفيديو، كتساليهم كاملين، كتكون عندك هنا واحد الزر تحقق. ملي كتكليكي على الزر تحقق كتشوف تقدر تلقى عندك اخطاء، ممكن انك تصحح الخطا وتعاود تكليكي على تحقق. هاد التحقق عندك الحق جوج المرات فقط، الا فت جوج المرات ما عندكش الحق تستعمله، صحيح؟ وإلا استعملته اي مره واحده وعندك كلش صحيح عاود تستعمله مره زوجه باش تدوز. اذا كي كتسالي الاختبار ديال الاسبوع الاول كتنتظر، الا كان الدرس حالي كتنتظر الاسبوع الثاني، الا كان درس قديم بحال هذا تقدر تدوز الاسبوع الثاني مباشره في اي لحظه، والثالث الى غير. في اخر كي كتسالي كل الاسابيع كتصيفط لك شهاده ديال يعني انهاء الدرس، ماشي بالضروره ولكن في الغالب كتصيفط لك شهاده الا كان الدرس حالي، ماشي الدرس يكون سهل، صحيح؟ اذا في الاخير شكرا على حسن التتبع، الله يرضى عليكم. تتم ما تنساوش تضغط على زر التسجيل في القناه باش توصلوا بالجديد، وان شاء الله نوعدكم بجديد وبامور اللي مختلفه على داكشي اللي كنا كنقدموا من قبل. غادي نحاولوا نديروا دروس بطريقه جديده الى غير ذلك، خاصه في الماده اللي كنختصوا بها هي الرياضيات. وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، لان هادشي فيه افاده، نشر العلم راه فيه افاده كبيره. اذا شكرا والى اللقاء.